في كل خميس وجمعة كما هو معروف يفتتح شارع الفراهيدي الثقافة والكتاب بأكشاكه بالكتب المتواجدة. كان هذا الأسبوع طلب على بعض الكتب كون الأجواء كما هو معروف أجواء دينية، كان هناك طلب على كتاب لأنك الله ومجلة اسمها مجلة قرآنيات تصدر عن مركز تجديد للدراسات القرآنية والبحوث، ويعني ازداد الطلب على بعض الكتب الدينية كما هو. أهم العناوين وأهم الطلبات هي الكتب اللي موجودة بشارع الفراهيدي، هي عليها إقبال كلش كبير من قبل المتذوقين والرواد اللي موجودين بشارع الفراهيدي، لكن أبرز كتابين وهن شيء غريب يعني اللي هو نجمع بين الطفولة وبين الجريمة، اللي هو صاحب الظل الطويل، كتاب صاحب الظل الطويل هو فيلم كارتون كاتب الكتابة بشكل سلس حتى يوصله للناس، كلش لطيف وكلش حلو، صار عليه إقبال من قبل الرواد اللي موجودين بشارع الفراهيدي. أما أغاثا كريستي فهو من الكتب الجريمة والإثارة والتشويق اللي هو موعد في بغداد، هذا الكتاب للكاتبة أغاثا كريستي. هذه الكاتبة أغلب الكتب اللي موجودة واللي تكتبها هي جريمة، تحب توصل لنا فد رسالة شلون توقع الجريمة، شلون تنحل الجريمة، هذا اللغز المثير اللي الناس تشوق من تقرأ وصار عليهم إقبال هذا الأسبوع.